السلام عليكم جوار. المهم الخوش في الماتش اليوم تحليل ديال سيفيا وسيلتا فيغو، مباراه الخوت اللي عرفت دخول نصيري وبونوك اساسيين كما العاده. بقيت المدرب لوبيتيغ اللي لعب بخطه 4-3-3، قدروا يسجلوا هدف اول عن طريق المدافع كوندي، لكن هناك اخطاء كارثيه للدفاع ديال سيفيا اليوم، وللاسف اخطاء قتيله امام مهاجم قناص ولاعب دولي هو اللاعب ديغو اسباس اللاعب ديال سيلتا فيغو، بحيث انه سجل هدفين، الاول من ركله الجزاء والثاني من كونتر اتاك بعد هروب ماكي اللي قدر يسجل على الحارس ديالنا المغربي. للاسف اليوم سجلوا لي عديد الاهداف، وبالتالي منذ مده مسجل لي اكثر من 3 اهداف في هذه المباراه. للاسف الحارس ديالنا بونو اللي ما كيتحملش هذا اللوم، بحيث ان المدافعين كارثيين، عندك كاروس، عندك كوندي شويه، عندك اللاعب اكونيا اللي سمح بالخطا ديال الهدف الثالث، بحيث انه مره من امامه وخلاه يدوز وكيتفرج، ومن بعد قدروا اللاعبين سيفيا يجيبوا التعادل عن طريق اللاعب فرناندو، بحيث انهم ضغطوا وبعد استحواذ كبير قدروا يسجلوا هدف التعادل، لكن بعد ذلك سجلوا الهدف الثالث ديال سيلتا فيغو. للاسف الشوط الاول نصير ما جاش حتى كره مقاده من لاعبين لا اوكامبوس لا لاعب سوسو. نقدر نقول لكم ان هناك مشاكل كثيره على مستوى اللاعبين اللي كيعطيو تمريرات حاسمه لفريق سيفيا، عندكم سوسو اوكامبوس لاعبين انانيين، وحتى ملي كيمرر الكرات ما تكونوش دقيقه وتكون بعيده، بحيث ان نصيري لاعب هداف وخاصو لاعب اللي يعطي كرات مليمتريه وساحره، لكن للاسف لا احد يولد في هذا الفريق قدر يعطي تمريرات حاسمه للاعب نصيري، بحيث ان اغلب الاهداف اللي كتسجلها كتكون من الصنع ديالو او من القتاليه ديالو. للاسف خاص لوبيتيغي والطاقم ديالو خدموا على المشاكل الدفاعيه، خصوصا عند اللاعب اكونيا واللاعب كارلوس، بحيث انهم لاعبين كيستهتروا ولاعبين ما كيقدموش ذاك الاداء جيد دفاعيا عكس اكونيا اللي تكون مزيان هجوميا نوعا ما. وما سونتراج جميل اللاعب نصيري، تخيلوا معايا لاعب بحال نصيري رغم انه لاعب مهاجم صريح كيولي يعطي تمريرات، بحيث انه عطى تمريره تغير الاتجاه ديالها ولعب وجات عند اللاعب راكيتيتش سجل الهدف الثالث، بحيث ان سيلتا فيغو كل طلعه كيطلعوها كيسجلوا من اهداف رغم الاستحواذ الكبير لفريق سيفيا. ونصيري للاسف خرج الشوط الثاني بحيث انه ما قدمش الاداء المتوقع منه، ولكن هما كيتحملش المسؤوليه، عندكم اللاعبين اللي لاعبين معاه لاعبين سيئين وناقصين بزاف لا على مستوى التمرير لا على مستوى الانسجام بيناتهم. سيفيا قدر تجيب هدف تفوز، وبالتالي مبقاتش بينه وبين البارسا فقط 3 نقاط. نقدر نقول بانهم صيدوا سيلتا فيغو وقدموا اداء جيد حتى لاخر دقائق، لكن هذا المستوى ما كافيش فريق سيفيا، لكن هناك مشاكل خاصهم تخدموا على هذا الفريق هذا قبل فوت الاوان. نتمنى كل خير للاعبين ديال المغاربه في قادم الايام وقادم المباريات. كان معكم مروان مسا، وتخلوا الاشتراك ديالكم، تهلاو لي فراسكم.